مع العلم اليوم تضحك تخسر 20 مينوت من توا حتى الغير أربعة حتى الغير أربعة 55 يلا سفيان قال لك رافل بتاع جيش اصدم على قهوة هاي قال لهم اللي عنده بطاقة تعريف يجي على اليمين واللي ما عندوش يجي على اليسار لقى واحد برك في الوسط قزروا له قالوا له شبيك انت بقيت هنا قال ما عندي نسخة عالمي استاذ متاع فرنسية يسأل في تلامذته ليه على النكتة الأولى أنا هي أكثر حاجة تعجبكم في الفرنسي الأول قال ليكسبريسيون كريد الثاني قال جرامير الثالث قال راماسي فوزافير يحبك كنو تعرف ماسيف وزفير ولا مدام شخر ويعجبني الأستاذ كي يقول ماسيف وزفير غير درجين يا ولدي تلم كل شيء تنجم تلم أي حكاية المهم تخرج وصح عليهم تلم ذا مازال اليوم وغدوة وفاكونس يلا سوفيانا كان اليوم أنا ولدي غدوة يصبح مريح يلا قال لك فم واحدة اسمها سهام ضربتها كرب أخي كل سهم شا وحده برافو سفيان واحد بوهيلي شوي ما هوش قد بعده يحكي لصاحبه قال له البارح ندخل الدار نلقى المدام قاعدة مع راجل يحكيو جريت للكوجينة جبت سكينة وشقيت كعبة قارص وعملت كيس جي باش نهدي عصابي صاحبه قال له وما عملت شيء للراجل قال له قوم اعمل وحده ونخدم عنده وانا هلو طارق عاد واحد مش مهبول على قد برشا عواشر يلا اي راجل ومرته سهرين قبل الليل والجور ومنسي هو يقول لها ان شاء الله نهاري قبل نهارك ويترد عليه لطف عليك يا منصف ان شاء الله نهاري انا قبلك وبقوا هكاك العقاب الليل جارم اخويا قلق يسمع فيهم يتحدثوا وكل والحيت يا جور اسمعهم فد من حديثهم شاي يدق عليهم في الباب قامت المرأة باش تشوف قالت شكون قال حل الباب منك الموت معك رجعت تجري وترعش وقالت الرجل قوم يا منصف شكون فما شكون حاجته بيك واحد سرقه لنسيبه الكرهبة اروح قال لمرته بوك سرقوه قالت له والله اللي ياخذ حاجة من عند بابا بعمره لا يربحها قالها من غير ما تحلف هاني قاعد يشوف حلو تقول هلا زوج هذا سعد الأم زوج يلا سفيان قال لك فما طيارة باش تطيح الناس الكل خافوا إلا واحد برك قالوا له تشبيك ماكش خايف جاوبه باش مدخني ماهيش طيارتي برافو بعد الستة يمصات شوية برافو كمان واحدة مشيت لقبر راجلها وبدأت تحكي وتبكي يا تهامي ولدك يحب صبات يا تهامي ولدك يحب سروال وبنتك روبة يا تهامي ولدك الكبير يحب تابلت في الليل جاه في المنام وقالها يا بنت الناس راني ميت مليش في تركيا الهدف الأول لسعدي برافو سعدي والله يبدع اليوم سعدي وهدي الكدوات وهدي الجبونات والنكتل ودنيا برافو قالك فما ما حقنيش خمام تنطردوا من الاول برافو سعدي يلا سفيان تنطردني رانا كنا خسرنا لا وكي سالتكم الكل قلتوا لي كيما تحبنا وفي المدافع عليه حد يعني يلا كمل سفيان لا دفعت عليك صاحبي صحيح قطعت رزق وليده ما دفعت يلا سفيان يلا سفيان سفيان داش يعني لمت لك الماستين كل يوم قال لك فما انبوله وانبول خرجوا يعملوا في دوره دخلوا الغابة يتمشوا دارت الأنبولة قالت له يا أنبول يا أنبول رد بالك راه قدامك شوك يا أخي الدعثر وخزر لها قالها ما تخافش اش معني ما تخافش ولا أنا بدي لفهمت بعرفت اللي ما تخافش ما تخافش معني هالطرش أستاذ قال يسأل في تلميذ غبي قال له أكمل المثل عايش ولدي إذا كان بيتك من زجاج جاوبوا التلميذ ما تبدل سروالك في السالة حلوة قال لك فما برتقالة مشيت بحذا الجامعة عليش استنى في العصر برافو برافو بلفتتك مرتك اما برافو قتلوا بوستوا طايحة مصروف اللي مت هذي بين في النكتة قتلوا بوستوا شهيت حاجة مرتك كنت مشتريتها ليش لا مش شريتها ان شاء الله غدوة نهار الاثنين نكتة تحسن قتلوا بوستوا يا مدام راه حتى في رمضان عنا نكتة هيك بس قال قتلوا بوستوا فهمت باسها ايه ما واضحة دي عاد عودها بوستوا عودها قتلوا بوستوا باسها شمعتها ايه مساطعة بتاع السعادة شمعتها فسريلي قتلوا بوستوا باسها قتلوا تريبت
ها مازلت النكته اي قديمه ذيك. قالت قال قالها البوسين بوستك اما البيتين ما نجمش. اوه حكيت على 60 مره. سفيان يلا والله العظيم كسب كل مزدنا فما دهان تردوه من الخدمه تعرفش علاش خاطر خدمته كل على الحيط متكيف متكيف ليله عرسه ما لقى ما يحكي مع مرته تلفت لها وقالها دارهم في بالك اللي انت لهنا داركم في بالهم اللي انت لهنا. واحد دخل للقهوه طلب كاس ماء معبي وكاس ماء فرق قالوا له الواه قال خاطر ممكن نشرب وممكن ما نشربش. قال لك وحده قاعده تبكي وتشكي لصاحبتها وهي تخزر لها تبكي 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 كي كملت مسكينه البكاء تلفت لها صاحبتها قالت لها بربي من قبيله قاعده تبكي ما هبطتش حتى طرف كحل من عينيك يا اخي منين خذيته. شنو مشيت حلوه عاود 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 يعني فهمت عاود له عاود له ما تليش بالحكيت يد بالكحول بالكحول كيفاش ما طلبت راجلها قالت له تو راني نسوق في الكهرباء طلع لي براد يغلي في التابلو قالها تكي على اليمين تو نجيب النعناع واللوز الاخضر ونجي حلوه تراه اعطينا على البراد حاجه هكا فما واحد مات واحد مات اخي القام الكل جات تعزي تفرت على شويه مالسكي رقم واحد برافو سعدي يلا مازال دقيقه يلا مراه حبت تفرح براجلها حضرت له عشيه هكا وطفيت الضو وشعلت الشمعه في بيت الصاله تلفت قالها غريبه كيفاش الضو في الكوجينه يمشي وهنا مقصوص سعدي زوج راجل عنده أربع بنات قال مرته نزيدو لعل يجيش وليد ياخي جاب تويمة سماهم شعفة وتوبة محشش قال صاحبه في بالك في الصين كل دقيقة يتولد واحد جابوا صاحبه ايه قالوا ريت قداش تطور اخويا احنا الواحد هنا يتولد كان بعد 9 شهور كان ليش نتطوروا واحد قال مرته البارح راك تسب فيا وانت راقده قالت له يظهر لك قال شنو يظهر لي قالت له يظهر لك اللي انا راقده يلا سفيان اخر نكته معك يلا والله لقيتها من بكري اعطيني اخر نكته سعد واحده عامله رجيم في الليل وهما قاعدين قالت لها بنتها امي نحط العشاء نتاع عشاء قالت لها ليه انا الطبيب مانع علي العشاء راهو اما سخن الفطور وهات ناكلوه قال لك واحد مشى لطبيب نفساني قال له عندي مده ما نحكيش مع الناس زعما اش عندي قال له عندك الحق امام يخطب وقال لهم تاركوا الصلاه لن يلتقي زوجته في الجنه من غدوه صباح الجامع فارغ يلا فاصل ثم نمشيو الامير الشعراء ولكن يعني ممكن ان تكون ما عنديش كلمه حلوه نوعدكم امير الشعراء باش يكون خير من ضحك تخسر باذن الله يلا الساعه وهم ينكتوا محلاه راهو سته غير درج وتوفى فيزا اما اما انا سوفيا جيست من قبيل تلوش معناتها مش بالشعر لو تخلط علي شعر ونكت يلا فاصل ونعود.